على العيد وطقوس وعادات مختلفة احنا تورثناها على يعني سنين عمرنا كلها، وهي زيارة المقابر في أول أيام العيد، على اعتبار إن المتوفي حاسس بينا وسمعنا وبيتونس بينا، وإحنا بنروح وبنقعد نتكلم معاه، وناس تقول إحنا جايين نعيد معاك وما قدرناش نفرح من غيرك، وكل الكلام اللي إحنا ممكن نكون بنسمعه. علاقتنا بالعالم الآخر اللي إحنا ما نعرفش حاجة عنه، هل هم فعلا حاسين بينا ولا لأ؟ سامعيننا ولا لأ؟ الزيارة في أول أيام العيد هل هي مستحبة في الدين الإسلامي ولا غير مستحبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران الأعطران المشرقان على سيد ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. بعيدا عن المقدمة اللي وجعت بها قلوبنا، وأنا موجوعة وأنا بقولها يعني والله، جددت بها أحسننا وفكرتينا وإن كنا لا ننسى دوما، لكن خلينا نبعد عن العيد شوية ونتكلم عن العالم الآخر. تمام. اللي هو عالم الأموات. يا ترى أنا أمي حاسة بيا دلوقتي؟ يا ترى أنا أبويا حاسس بيا؟ الإجابة ونعم، حاسين بينا. وهل فعلا بيتوجعوا لوجعنا وإذا ولا لا؟ كنا إحنا بنحسش بيهم لكن هم حاسين بينا. سيدنا عبد الله بن رواحة نام مرة وما صلاش العشاء ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فجاله أبوه وقال له يا بني لقد أحرجتني في معسكر الموتى أمام إخواني، لقد أحرجتني في معسكر الموتى أمام إخواني. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الميت ده زيه زي السجين، مستني الزيارة، متلهف على الزيارة. ولذلك من أنواع البر أن تزور قبر أبيك وأمك، ده نوع من أنواع البر. طب يا ترى أنا لما بروح لهم بيبقوا حاسين بيا؟ بيستعدوا لي؟ أنت عارفة حضرتك لو قالوا لي الأستاذة لميا جاية تزورك في البيت، أنا هظبط البيت إزاي؟ وههيئ ولادي إزاي؟ وههيئ نفسي إزاي؟ وههيئ كل دنيتي إزاي؟ كذلك الميت من أول ما بتخش المقابر، أول ما بتخش أول مقبرة تقابلك فيبصوا في وشك يقولوا ها حد تبعكوا ده؟ لا، يفضلوا ينقلوا الأخبار، دي فلانة بنت فلان اللي جاية من الدنيا تذكرتنا، يفضلوا ينقلوا الأخبار كده مع بعض لحد ما يوصلوا لأبويا أو لأمي يقول له هنيئا لك لقد تذكرك أهل الدنيا. فسيدنا النبي وإحنا يقول، عمرنا ما بننساهم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فيرد الله إليهم أرواحهم ويجلسون ومعكم يتسامرون وإليكم يستمعون وبكم يأنسون. تخيل كده وسلامكم عليكم يردون. تخيل كده إن في علاقة ود، علاقة صلة موجودة، لكن إحنا اللي دايما تغافلنا. الراجل اللي هو مر على قبر مرة وبعدين جلس فأخذته سنة من النوم فلقى حاجة جميلة قوي. لا إيه يا أستاذة لميا، عارفة طابور الجمعية ولا ما تعرفهوش؟ عارفاه طبعا. عارفة طابور الجمعية، لقى طابور الجمعية والناس بتتخانق على الرحمة اللي هي رحمة ربنا، ولقى واحد قاعد باشا قاعد في مكانه تأتيه رحمته على طبق من ذهب، ده في المنام. فقال وعجبا مالي لا أراك تقف مع الواقفين، قال لي ولد يترحم علي ويتذكرني بالقرآن ويتعودني بالزيارة، وفي رواية ويتخولني بالزيارة، يعني كل شوية يجي يزور، فتأتيني رحمة خاصة من الله لي. أما هؤلاء الذين ترى فإنهم نسيهم أهلهم وأبناؤهم وزويهم، فإذا دعا واحد منا اللهم ارحم أموات المسلمين تتوزع زي طابور الجمعية على الناس الغلابة الفقراء، غير اللي تخص الشخص نفسه، غير اللي تخص الشخص نفسه. مرت الأيام والراجل قاعد على نفس القبر فلقى صاحبنا واقف في وسط الطابور، قال ويحك ما حملك على هذا؟ قال ألهت الدنيا ولدي عني، ألهت الدنيا ولدي عني. عشان كده وسامحوني
هي بقى اللي اختارت الموضوع مش أنا. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أمه جت تموت ضمت وأوش وقالت له يا محمد كن رجلا، يا محمد كن رجلا، يا محمد كن رجلا. الموقف ده فين؟ لما ماتت أمنا آمنة أو ستنا آمنة أو هي بتوصيه وبتحضنه الكلام ده، الموقف ده كان عند قبر أبوه عبد الله، قالت له ده قبر عبد الله أبوك، يا محمد كن رجلا وزر قبري وزر قبر أبيك. عشان كده ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها دايما تقول وكان صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه في أن يزور قبر أمه آمنة. ده مهم جدا. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يصحى في نص الليل لدرجة أن السيدة عائشة تغير وتفتكر أنه هو رايح عند واحدة تانية بالبلد اللي احنا بنقوله كده، فتتتبعه فتراه صلى الله عليه وسلم يدخل إلى قبور البقيع يزور أحباءه ويزور شهداء. سيدنا الحبيب كان يزور قبر عمه. والجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، وده عظيم قوي، فقالوا له أين تنزل يا رسول الله؟ قال وهل ترك المشركون لي بيتا أنزل فيه؟ قالوا له لا، هدموا لك البيت. نبني لك فين؟ قال لا، اضربوا لي خيمة أمام قبر خديجة. وقعد سيدنا الحبيب على قبر خديجة كده وهو يمسك بتراب القبر وينظر إليها ويقول إيهن يا خديجة، إيهن يا خديجة، إيهن يا خديجة، كم كنت أتمنى أن تكوني معي وإني لا أعلم أنك معي. أنا عارف أن أنت معي وشايفاني، أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس. ويقعد سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم على قبر أمنا خديجة عشان يعلم الدنيا كلها كيف يكون الوفاء، كيف يكون الأموات. الصحابي اللي دخل عليه وقال له أنا دفنت أمي وقمت معاها بكل الواجب، علي حاجة تاني؟ قال له أيوة، زيارة قبرها وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها وإكرام صديقها. عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الملمح ده قوي. ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لما تروح كده على القبر اعلم تماما أن صاحب القبر ينتظرك، وأن صاحب القبر دائما يتحدث معك، وأن صاحب القبر يأنس بك ويستمع بك. ودائما الإمام القرطبي في التذكرة يقول حاجة جميلة قوي، يقول وقد تعود الناس على بعض الكلام الذين ظنوا أنه من الأوهام. إيه هو يا إمام؟ تيجي حضرتك راحة ومحضر عشان عندك هوا مش عارف الساعة كام، فهتقعدي 10 دقايق أو ربع ساعة أو تلت ساعة بالكتير عشان تاخدي عربيتك وتيجي على الهوا، فتلاقي نفسك قاعدة ساعة. كل ما تيجي أي حاجة مكتفاكي، فبيسألوا إيه ده؟ قال إن الميت قد طال شوقه، إن الميت قد طال شوقه، فبيحضنك بس الطريقة أنت مش شايفها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نمر بالقبور في غير زيارة، نهانا. يعني إحنا لو معديين كده في بعض الطرق بتبقى ساعات نقول زحمة، خش من وسط الطرق واطلع بالعربية هتاخد الطريق. لا، ليه؟ لأن كلهم بيتهيأوا فاكرينك جاي تتكرم عليهم للدرجة دي. تخيلي كده. عشان كده دايما إحنا ندعي زي ما كانت أمنا عائشة بتدعي في السجود، اللهم اذكرني إذا نسيني أهلي وخلاني، وارحمني إذا بخل علي أهلي برحمتي. طيب خلينا ناخد التليفون ونكمل. أستاذ راغب. أيوة يا فندم. أهلا بيك يا فندم، اتفضل. سؤال بس فضيلة الشيخ، بيقول زيارة العيد يعني مش لازم يوم العيد، ممكن تكون زيارة غير يوم العيد، في ناس بتزور بس يوم العيد بس. تقصد حضرتك ان مش لازم الزيارة تبقى أول يوم العيد؟ أيوة، يعني في ناس، يعني السؤال أنت عاملاه حلو وماشي، بس الناس كلها دلوقتي بتسمع البرنامج مثلا بيقول لك الشيخ قال الزيارة ماشي يوم العيد. لا احنا لسه احنا بنتكلم دلوقتي على زيارة المقابر بشكل عام، لسه ما قلناش في الأعياد هل هي مستحبة ولا غير مستحبة. حضرتك يعني احنا لسه هنسأل السؤال ده وهيجاوب فضيلة الشيخ عليه. طيب ناخد مدام هند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا هند، أهلا بيك. لو سمحتي كنت عاوزة أسأل الشيخ،
انا دلوقتي اهل جوزي لازم بيروحوا تاني يوم العيد يزوروا المقابر. انا عارفه ان هو حرام او يعني غير مستحب او كده، انا مش عارفه يعني، انا عايزه اتصل عشان اسال على كده. بس انا لما بروح معاهم عشان ما ي... لان جوزي بيزعل مني لو ما رحتش، فبفضل بره المقابر، ما بدخلش جوه القبر. فهو حكمها ايه؟ هل انا كده صح ولا غلط، ولا هم صح ولا ايه؟ يعني انت بتروحي معاهم بس بتفضلي بره، ما بتدخليش المقابر. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب حاضر حاضر، تابعينا. خلينا نجاوب الناس على السؤال اللي قلق الناس كلها، زيارة المقابر في أول أيام العيد أو في أيام العيد بشكل خاص، هل ده مستحب ولا غير مستحب؟ هو برضك أنا بدأت وقلت لك إن الميت زيه زي السجين، فلما بتروحي تزور السجين بتاخدي تصريح، مش كده؟ طب لو معكيش التصريح ما بتروحش. بس الميت ما بيستقبلكش أول يوم العيد، ما بيستقبل، لا خالص. ليه بقى؟ بل إنه يغضب عليك. ليه؟ لأنك خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. إن العيد بيبقى نوع من البهجة أول ومن يوم الفرحة. العيد. نعم، إحنا عندنا أول يوم العيد، عشان بس المشاهد يبقى معايا، أول يوم العيد الفطر، أول يوم عيد عيد الأضحى، الأضحى، والثلاث أيام بتوع عيد الأضحى التانيين، يعني أربعة عيد أضحى، يوم عيد فطر ممنوع تزور فيهم المقابر. لكن تاني يوم عيد الفطر ينفع؟ اتفضل روح زور. أول يوم لأ، ما عادش أول يوم عيد الفطر لأ ما نروحش نزور خالص. المقابر، لكن نقدر نروح تاني يوم. لكن 4 أيام عيد الأضحى ممنوع فيه زيارة لأنه هو المقابر. يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، فال4 أيام دول لأ، ويوم عيد الفطر لأ. ولما بتروح الميت لا بيستقبلك ولا بيقعد معاك ولا بيتأنس منك أبدا، لو أطلعك الله على صورته لرأيته قد أعطاك ظهره. ليه؟ لأنك خالفت قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل عشان الصلاة كده والسلام. النبي نهى عن تجديد الأحزان، قال لا تجددوا أحزانكم. وأنا ما رايح للميت، أنا مش رايح لا عشان عيط ولا ولا ولا، وإن كان عشان بس المشاهد الكريم يبقى عارف، لو رحت على القبر وعيطت على قبر أمك أو على قبر أبوك، ده مش حرام، دي رحمة، محدش يقدر دي مشاعر يتكلم إنسانية فيها. وأحاسيس جوانا. ستنا خديجة لما مات القاسم دخل عليها النبي، فكل ما يخش عليها يلاقيها بتبكي، قال ما يبكيك يا خديجة؟ قالت حنت لبينة القاسم يا رسول الله ابنها. فسيدنا جبريل نزل قال له السلام، اقرئك السلام، ويقول لك اقرئ خديجة من الله السلام، ويقول لك ان الله اوكل من الحور العين من ترضع القاسم، لو شاءت خديجة ان تطمئن على ولدها لا اراها الله. قالت بل صدق الله وصدق رسول الله. سيدنا النبي ما كانش يمسك رسول عليه الصلاة والسلام، بكى على قبر أمه. لا، لا ده على قبر ابنه كمان. فسيدنا عمر استغرب، أنت اللي بتعيط يا رسول الله؟ قال إنها رحمة يا عمر. السيدة خديجة، السيدة عائشة تقول ما ذكرت خديجة إلا دمعت عين رسول الله وفاء وحبا لها، ما ذكرت آمنة إلا دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم.